وأيضا محاضرات قيمة للتعرف على هذه الثورة العظيمة، هذه الثورة اللي كانت نبراس ومنار للعالم أجمع. أكيد محاضرات باللغة العربية والإنجليزية في جميع الحسينيات والمواكب اللي موجودة هنا في أمريكا، أكيد ينطينا أمل أنه ثورة الحسين بجهود أبنائنا راح تصل إلى أطفالنا اللي ولدوا هنا وأيضا باللغة الإنجليزية وهم يتعلمون هذه الثورة العظيمة وباللغة الإنجليزية. ثورة الإمام الحسين هي ثورة للسلام والمحبة، أن الإمام الحسين هو ليس رجل حرب، الإمام الحسين لن يبدي بالقتال، لن يبدي الجيوش المعادية الجيش الذي قابله لن يبديهم بالحرب، بل هم بدأوا الإمام الحسين في الحرب. الإمام الحسين هو رجل السلام، رجل المحبة، وتعلمت هذه الشعوب من ثورة الإمام الحسين. ونلاحظ أن الربيع العربي والثورات العربية قد أخذت من ربيع الحسين، وهكذا نلاحظ هنا هذا الربيع العربي الذي حمل مع انتفاضة 91، خاصة شباب الانتفاضة، نحن أهل الانتفاضة حملنا مبادئ الحسين إلى هذه البلاد، ونلاحظ من خلال أبناء الانتفاضة الشعبانية المباركة هنالك رفعوا علما ومنبرا إلى الإمام الحسين في كل بقاع العالم، أن الإمام الحسين ليس إلى الشيعة وليس إلى المسلمين فقط، إنما هو إلى جميع العالم. ونلاحظ من خلال طلبة الجامعات الأمريكية جاءوا إلى زيارة مركز كربلاء وخصوصا المتحف للتعرف على الإسلام من خلال هذه الشعار الحسينية ومن خلال الحسين عليه السلام. إذن الإمام الحسين هو باب من أبواب الله، تعرفوا على الإسلام، على هذا الرجل العظيم، على هذه الثورة العظيمة وسر خلود هذه الثورة لحد الآن. إذن نرجع ونقول إن الربيع العربي أسقطته نظرية الإمام الحسين الذي هي نظرية انتصار السيف، انتصار الدم على السيف، نظرية انتصار الدم على السيف، وهذه النظرية جسدت في الثورات العربية في الربيع العربي. وهذه الثورات العربية باعتبارها خرجت من الدول العربية التي تؤمن بفتوى عدم الخروج ولم تجوز الخروج على الحاكم أو السلطان حتى لو كان جاء برا أو فاجرا، وهذه الثورات العربية أسقطت هذه النظرية ومن قبلها نظرية ثورة الإمام الحسين الرجل العملاق. Yeah.
هاي بركات ابا عبد الله خلصتوه هاي الجاليه هاي الجاليه النجفيه المشهديه العراقيه واحنا نشكر الاستاذ محمد الاعطاء هاي الفرصه الجميله والشكر ونشكر كل العراقيين وسلامي الى كافه العراقيين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين. نشكر قناة الفيحاء قناة بيت كل العراقيين نشكر محمد على هاي الفرصة الجميلة ينقلون أصواتنا لكل العالم وينقلون مراسم الحسين عليه السلام لكل العالم وإحنا هذا المجلس هذا العزاء كل سنة صارنا حوالي 20 سنة بأمريكا كل سنة ما انقطع موكب الإمام الحسين عليه السلام صلوات على محمد وآل محمد نشكر احنا قناة الفيحاء المحترمة الموقرة اللي تنقل أصواتنا إلى كل الشعب العراقي والقناة اللي محترمة اللي تدخل كل مكان ونشكر الأخوان اللي قاموا العاملين في قناة الفيحاء والأستاذ محمد الطائي ونعزيهم في مصاب الحسين ونعزي كل الشعب العراقي والشيعة. بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عزاؤنا إلى سيد الشهداء أبو الأحرار وما هذا الجمع الذي ترونه أمامكم إلا هي نخبة من شيعة أمير المؤمنين شيعة العراق الذي أمضت سنوات وسنوات في الولايات المتحدة الأمريكية تقيم هذا العزاء كل سنة. فنسأل الله تعالى أن يتقبل بنية صافية ما نقوم به من هذا الأجر وهذا العمل وكما ترون هذه الوجوه المنورة هذه الوجوه الطيبة خدمة للإمام الحسين وإحياء لهذه الشعائر التي قال ما حرمنا منها في زمن الظالم المقبور صدام. نسأل الله تعالى أن يعيدها عليكم وعلينا ونشكر كادر قناة الفيحاء على هذه الخدمة وأيضا الشكر الجزيل إلى الأخوان والأخت العلوية وإلى الدكتور محمد على إتاحة هذه الفرصة والتسجيل واللقاء والتحيات والسلام إلى أهلنا وإلى شيعة العراق وإلى شيعة العالم وإلى العالم الإسلامي أجمعين ونسأل الله تعالى أن تنعيد 400 الإمام الحسين بالحفظ والخير واليمن على البركة ودون حدوث أي خرق أمني أو أي انفجارات. فما نقول إلا بالأخير لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين. أعز الأمة الإسلامية بمصاب أبا عبد الله الحسين أسلم على كادر الفيحاء الذي سمحتنا هاي الفرصة ونشكر الأستاذ محمد على هاي الفرصة في ديترويت موكب الإمام علي عليه السلام جامع الإمام علي عليه السلام ونعزي الأمة الإسلامية ونعزي العراقيين وشيعة الإسلام في كل مكان في العالم ولبيتك لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين, لبيك يا حسين.